هل صندوق النقد الدولي ضد تقديم الدعم للمواطنين؟ تقليص برامج الدعم هي جملة دايماً بتكون مرتبطة بصندوق النقد الدولي وإنه ضد الدعم وبيرغم الدول علشان يقدم قرض إن الدول دي تخفض من مستوى الدعم للمواطنين سواء في البنزين أو السولار أو المنتجات العينية. لكن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال غير كده وأكد إن صندوق النقد الدولي مش ضد تقديم الدعم للمواطنين، بل بالعكس هو مع الدعم لكن بشرط وصوله لمستحقيه. يعني الصندوق هدفه إن الحكومة ما ينفعش تفضل تدعم المنتجات البترولية والخدمات لكل الناس سواء غني أو فقير، لكنه مع تقديم الدعم ده للناس اللي تستحق الدعم فعلا، يعني يكون المستفيدين هم أصحاب الدخول المنخفضة مش العالية. وده اللي أكد عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللي قال إن صندوق النقد الدولي ضد فكرة الدعم عمال على بطال. وفي نفس الوقت وزير المالية أكد في تصريحات تلفزيونية إن في توجيه رئاسي بإن برامج الحماية الاجتماعية هتكون أكبر خلال العام الحالي، خاصة إن باب الدعم والحماية الاجتماعية زاد بنسبة 50% خلال الفترة اللي فاتت.